السلام عليكم طلاب قسم هندسة تقنيات الحاسوب المرحلة الثالثة تجربتنا اليوم في مادة الـ Control Engineering. تجربتنا حتكون بعنوان الـ PID Part 3. حناخذ بهذه التجربة تصميم الـ PID باستخدام Trial and Error Method، يعني راح نخلي PID لسيستم ونجرب طريقة Trial and Error بتغيير البارامترات الخاصة بهذا الـ PID. البارامترات هي الـ Proportional Integral Derivative، الأجزاء الخاصة داخل الـ يعني Action الـ Derivative Action، Proportional و Integral Action. نغير بيهن حتى نحصل كperformance أفضل للسيستم اللي عندنا. راح أخذ كمثال لهذا الـ PID، راح أصمم PID controller and DC servo motor speed. يعني أنا DC servo motor speed راح أسيطر عليها بالcontroller. DC servo motor speed تعتبر البلانت مالتي. أوكي، FD كبداية راح أراويكم أنا الcontroller. إحنا مثل ما عرفنا شكل الدايجرام بالclose loop كcontroller. عندنا الكنترولر يكون هنا موقعه يتحكم لي بالبلانت اللي هو دي سي سيرفو موتور. هذا هو الكلوز لوب الخاص بال بي اي دي كنترولر. بالنسبه للمعادله اللي هي خاصه بالبي اي دي اللي يحتوي لي على ثلاث اجزاء اللي انا ممكن اتحكم بيها كي بي وكي اي على اس وكي دي مضروبه في اس، يعني انا هذا جزء بروبورشنال، هذا جزء الانتجرال، وهذا الجزء الديريفاتيف اللي خاص بالبي اي دي يتحكم لي بالبلانت مالتي اللي قلنا هي دي سي سيرفو موتور. اوكي، انا بعد ما حكينا بالبي اي دي خلينا ننتقل الى جزء اللي هو تغيير البارامترات. البارامترات مثل ما لو مثل قلنا الكي دي، طبعا هنا اكو خطا بالطباعه، كي دي وكي بي، يعني انا الكي دي راح اسويها صفر، بديت اغير بالسيستم اللي عندي. فرضا انا عندي سيستم بي بي اي دي، ابدي اغير بي، راح اخلي الكي دي صفر والكي بي ايضا تساوي صفر. راح اخلي التغيير يكون بقيمة الكي اي، يعني ابدي اغير بقيمة الكي اي، راح يصير عندي تغيير بالاوفرشوت وبالريسبونس مالتي. تغيير بالاوفرشوت راح يكون من 15 إلى 25%. بالنسبة للأوفرشوت، بالنسبة أيضا إلى زيادة الكي بي راح تخلينا، فرضا إذا كان عندي أنا كي بي أريد بسيستم معين، هسه هنا إذا خلينا الكي بي والكي دي تساوي صفر وخلينا كي آي راح يصير عندنا تغيير بالأوفرشوت. لكن إذا مثلا غيرت بالكي بي زدت من قيمتها راح يسوي لي إنه الأوفرشوت تبدي تختفي. طبعا إحنا يعني تقليل الأوفرشوت هو من كمواصفات نظام، مواصفات نظام مرغوبة انه السيستم يكون من مواصفات السيستم الجيد هو اوفرشوت اقل. اوكي، كتغيير احنا ممكن ايضا من التغييرات اللي ممكن اذا غيرنا بها بالبارامترات الخاصة بالبي اي دي، ايضا ممكن زيادة الكي دي حتى نحصل على ريسبونس اسرع، يعني الرايزنج تايم مالتنا يكون اقل، يعني انا من اشغل الموتور مالتنا يكون تشغيله بصورة اسرع. ايضا انتقل الى ممكن يعني ننفذ لكم هذه التغييرات اللي حكينا عنها الثلاثة بمثال سيميلينك سيميوليشن. عندي انا كنترولر بي اي دي دي سي سيرفو موتور راح يتحكم لنا به اللي الكنترولر اللي هو هذا الكنترولر، هذه معادلة الكنترولر، هذه معادلة الدي سي سيرفو موتور اللي البلانت قصدنا. فأنا لما أريد أحصل على معادلة تحكم السيستم ككل، يعني تحتوي لي على الكنترولر والبلانت سويا، راح يكون حاصل ضربهم بما أنه من قوانين تتبخليها بالنظر بما أنهم ما بالتوالي، فراح يكون حاصل ضربهم راح يكون بهذا الشكل. هذه المعادله راح تتحكم لي بالمثال اللي راح اخذ اللي اخذه، يعني انا اخذت هذه فرضيه كسيستم او العفو كموتور، قلت اني اقدر اغير، تقدرون انتم طبعا تاخذون امثله مختلفه، لكن انا كمثال اخذت هذا السيستم. اوكي،
ابدي اخذ المثال مالتي. عندي هسه حاليا انا نتيجه هذا تبسيط لي طبعا لهذه المعادله كفرضيه اولى مثل ما حكينا بهذه الخطوه، شوفوها هنا قلنا راح نخلي الكي دي والكي ار تساوي لنا صفر ونغير بقيمه الكي دي والكي بي تساوي لنا صفر، عفوا الكي اي راح نغير من قيمتها. فانا من اصفر قيمه الكي بي وقيمه الكي دي تبقى عندي فقط هذا الجزء اللي هو خلينا نقول الكي اي، لما اصفر هذا الجزء وهذا الجزء هو الكي دي اصفرها والكي بي يبقى عندي فقط الكي اي اللي يمثل لي الحد الخالي من اس. اوكي، فانا الحد الخالي من اس هنا طبعا المعادله كاتبيها احنا بدلاله ال 15 فارضين انه الكي اي تساوي لي 15. يعني انا لو افرض الكي اي مثلا خلينا نقول قيمتها 1 راح اخلي 1 على بوينت 1 اس تربيع زائد اس، لما افرض قيمه كي اخرى خلي اقول مثلا 5 راح اخلي 5 ايضا وانزل النيومريتر وهكذا كفرض بقيه القيم للكي اي. راح افرض 3 قيم اللي هي خلي نشوف القيم اللي ممكن نفرضها، طبعا كبدايه لازم نسوي ننزل الدايجرام مالتنا، هسه ننتقل للماتلاب ننزل الدايجرام مالتنا اللي هو يتكون لنا من ستيب هنا سم وايضا ترانسفير فانكشن اللي هي الحاكمه للسيستم مالتنا والسكوب حتى يعرض لي الاشاره او شكل الاوتبوت. زين، فبعدها اضبط الاعدادات منها انه الستيب راح اخلي الفاينل فاليو 1 والستيب تايم راح اخليه 0. راح انتقل مباشره للماتلاب اضبط الاعدادات، راح تشوفونها خطوه بخطوه، بعدها انتقل الى تغيير البارامترات. هذا الماتلاب. اوكي، السيستم مالتي افتح نيو سيميوليك موديل وانتظر. طلع عندي الموديل اللي انا اشتغل عليه. اوكي، ابدي اسوي الدايجرام كخطوة اولى انزل ستيب اللي ممكن القاها ب سورس. اوكي، وبعدها ايضا بالكونتينيوس طبعا بالنظام نقدر ننزله بالكونتينيوس ترانسفير فانكشن، بعد ايضا نقدر ننزل السكوب تقدرون تلقونه ب السينك. انضافت كل هذا هو بدنا نكبر حتى نرتب السيستم عندنا. انتبهوا هنا احنا ما خلينا بي اي دي لان احنا ضربنا المعادلات او المعادلات المتحكمه بكل بالكنترولر والترانسفير فانكشن انا ضربتهم وحصلت على معادله حاكمه خاصه بالسيستم، فيعني انا راح اختصرها ببلوك واحد. هسه بالبدايه اضبط الاعدادات بالنسبه للستيب او قبلها خلي انا اروح لي ستيب تايم، احنا مثل خطوات التجربة تخلونا صفر، الفاينل فاليو حنخليها 1. بالنسبة للسيميوليشن طبعا هنا اعداد لازم نضبطها تلقونه موجود هسه اراويكم اياه، واحنا من الخطوات كاتبين لكم انه لازم تخلون
الستارت تايم صفر، ال هنا عندنا الستوب تايم مو 10، لا لازم يكون 2. غيروا هذا، اوكي ستوب تايم صفر، اوكي خلاص. هذا بالنسبة عندنا نيجاتيف فيدباك، فواحد من عندهم هنا لازم يكون سالب. اوكي بالنسبة للفانكشن مالتنا خلي تشوفوها هاتشي الزغرة شوي حتى تصير امامكم. بالنسبة للنيوموريتر احنا راح نبدي مثل ما قلنا هنا، هذا هو قيمة الكي اي مفروضة فارضيها احنا حاليا 15، بس انا راح ابدي بالسرعة يعني اعوض الواحد والخمسة والعشرة، بعدها اخر شيء انتقل الى 15. احنا نخليكم 15 بالبداية، لا احنا راح نبدي بالتصاعدي، خلي ابدي بالواحد انا خلص اوكي. فهاي قيمة الكي اي واحد اللي هي نفسها قيمة النيوموريتر. الدنيوموريتر راح يكون شكله بهذا الشكل اللي هو بوينت واحد، وهو معامل الاس تربيع، وواحد هو معامل الاس، والحد الخالي من اس قيمته لازم اكتبه صفر. صار شكلها مثل شكل يعني شكل الدنيوموريتر نفسه، وهنا الواحد قلنا غيرنا قيمة الكي ار. اوكي هسه حاليا ابدي اربط. يعني انا خليت قيمة الكي دي والكي بي صفر، قيمة الكي اي هسه احنا جاي نعوضها حتى نشوف شكل الاوتبوت مالتنا او شكل الريسبونس بالنسبة لهذا السيستم. اوكي ابدي اشغل. هذا شكل الاستجابة، تشوفون شكل الاستجابة مالتنا. الرايزنج تايم هنا شوي اكبر يعني بالنسبة للاوفر شوت مالتنا مثل ما قلنا لكم ما موجودة، بس راح نبدي نزيد بقيمة الكي اي، راح تبدي عندنا تظهر عندنا اوفر شوت. خلي نزيد قيمة الكي اي او نبدي نغيرها. نبدي بيها قيمة بعدها بقيمة الخمسة. كنفرض انه الكي اي خمسة، فراح اعوضها خمسة وابدي ايضا اشغل. اوكي بدت عندي تكون تتكون عندي اوفرشوت، صح السيستم بدا يكون الريسبونس مالته مقبول، لكن اكو تكون لي اوفرشوت بشكل ملحوظ، يعني صح طفيف لكن بشكل ملحوظ. الاوفرشوت من شنو هي ممكن تعرفوها؟ شكل الاوفرشوت هو، او خلينا نعرفها لكم، اللي هي المسافه من او بدايه من السيت بوينت الى اعلى قمه. يعني انا ما دام عندي من السيت بوينت فد خلينا نقول ارتفاع بشكل الموجه، فاعلى ارتفاع لي من السيت بوينت لاعلى ارتفاع هو الاوفر شوت. خلاص انا عندي بدات تتكون اوفر شوت، لكن بدا يستقر عندي السيستم. خلي ابدي اغير ايضا بقيمة الكي اي، انا خلصت من خمسة خلي اخليها هسه فرضا. احنا فارضي لكم قيم، تقدرون تفرضون غير قيم، لكن احنا ماشيين وفق فرضيات. خلي نقول يعني هي ترايل اند ايرور مثل ما قلنا 10. زادت قيمة الكي اي، زادت عندي الاوفر شوت، زاد اكو تذبذب عندي بالسيستم مالتي. ابدي اغير اكثر اخليها 15. اوكي شوفوا صح عندي انا رايزنج تايم اقل، ولكن عندي ظهرت عندي بدت بداية ظهور لي الاوفر شوت، بدت تعلى، كانت قيمتها اقل بدت تعلى بزيادة قيمة الكي اي. خلي هسه انتقل للجزء الثاني من
التجربة. هسا أنا انتهيت من أول جزء اللي هو الـ term of أستربيع اللي هو خلينا نقول الـ SOS0 اللي هو الـ KI اللي أنا جاي أحكي عنه. هسا أروح للمعامل الثاني. طبعاً فوق هاي المعادلة اللي تشوفوها هنا اللي هو معامل الـ S اللي هو الـ KB. في هذا الجزء هسا اللي راح أنتقله طبعاً كل النتائج إحنا مصور لكم إياها وموجودة. هاي النتائج اللي ظهرت لنا قبل قليل. هسه انتقل للكوفيشنت اوف اس اللي هو الكي بي. معامل الاس كي بي اقدر هنا هسه راح ابدي اغير بقيمته واثبت قيمه الكي اي. الكي دي راح اسويها صفر. الكي دي مثل ما قلت راح اسويها صفر والكي اي اثبت قيمتها على 15 واغير قيمه الكي. قيم الكي بي راح اغيرها 1 2 3 التغييرات عليها. راح ابدي اشوف شكل الريسبونس شلون راح يكون. انتقل للسيستم مالتي. لما اغير قيمه الكي اي قلنا 15 راح اشوف الشكل المعادله مالتي هنا. فمعامل الاس تربيع اللي هو الكي دي لازم يكون بالبدايه يعني انا معامل الاس تربيع راح اخلي 1 ومعامل الاس اللي هو الكي بي قيمته عفوا معامل الكي بي قيمته 1 اللي هو معامل هذا راح نخليه نبدي نخلي القيم مالته تتغير. راح اصفر قيمه الكي دي واثبت قيمه الكي اي. قيمه الكي اي راح تبقى 15 قيمه الكي بي راح تبدي تتغير. فانا بالبدايه قيمة الكي بي راح بدينا قلنا راح ناخذ 1 و 2 و 3 فأبدي بواحد. الكي اي قيمتها 15. انتقل شوفونا هنا هاي كي بي 1 و 2 و 3 بديت بالواحد فراح أبدي أطلق. شوفونا تكون بهذا الشكل. أبدي أشغل وأشوف شكل الريسبونس مالتي. الريسبونس مالتي أقل زمن رايزنج تايم يكون عندي هنا قيمة الكي قيمة الكي بي قيمتها خلينا نقول 1 فكان عندي اوفر شوت تشوفونه قليل. راح ابدي ازيد قيمة الكي بي وراح تشوفون شو راح يصير بالريسبونس. هسه هاي الاوفر شوت البسيطة راح تبدي تختفي. خلينا نشوف شلون. هسه هنا هذه قيمة قلنا هو معامل الاس اللي هو الواحد اللي مثل لنا الكي بي غيره بدل ما واحد راح اخليه 2 يصير 2 معامل الاس 15 هو الحد الخالي من الاس. اوكي اشغل. انتبهتوا بقيمة الواحد بالنسبة للكي بي شلون كانت اوفر شوت هنا عندنا؟ بدت تختفي بزيادة قيمة الكي بي. وأيضا بالنسبة لزمن الاستجابة جد تشوفون عندي زمن الاستجابة سريع واختفاء لقيمة الأوفرشوت. بدت الأوفرشوت أيضا تختفي. أزيد أكثر راح تبدي تختفي أكثر. هسه أخليها فرضا قلنا إحنا حسبنا 3 تبدون تزيدون اكثر حتى تشوفون يعني انه تبدون تجربون قيم اقل اكثر حتى تبدون يعني هي طريقه قلنا مثل ما قلنا تجربه وخطا. ترايل اند ايرور ان شاء الله. اختفت عندي تقريبا الاوفر شوت اختفاء تام. الرايزنج تايم او الزمن الاستجابه كويك ريسبونس عندي نانا جدا سريع بالنسبة للأوفر شوت اختفت. وأيضا السيستم يكون خالي من الديستوربنس ما عندي أي ديستوربنس مطلقا يعني والاختفاء للأوفر شوت. بس أنا خلصت من جزء معامل الاس اللي هو خلي أسمي الكي بي. راح أنتقل إلى الكي دي اللي هو معامل الاس تربيع. تشوفون هنا شلون أنا هو معامل الاس تربيع طبعا وفق المعادلة الحاكمة هنا من ضرب المعادلة. تشوفون هنا معامل الاس تربيع اللي هو الكي دي راح ابدي هسه اغير قيمه راح يصير بي قيم و
وراح أصفر قيمة هنا عندي قيمة يعني بالنسبة لي قيمة الكي دي راح أغير القيم مالتها والكي بي أخليه 2 والكي آي أبقيه 15 أوكي كي بي أخليه 2 والكي آي 15 وأغير قيم معامل الأستربيع يعني راح يكون شكل المعادلة مالتي بهذا الشكل معامل الأستربيع معامل الاس راح يكون 2 اللي هو الكي بي بالنسبة لمعامل الاس تربيع راح يكون عندي قيمته بالبداية راح تكون قيمة نفرض من هنا مثل ما كان ظاهر لكم هنا شوفوها في هذه الخطوة راح أخلي معامل الاس تربيع اللي هو الكي دي قيمه من يعني انا افرض هاي القيم حتى اشوف النتائج او شكل الاستجابه للاوتبوت فافرض قيم 0.4.04 0.08 و0.12 او 0.12% فاغير هسه بالبدايه عندي 0.04 فمعامل الاس تربيع 0.04 اوكي واضغط اجي اشغل السيستم اللي عندي هذا هو شكل الاستجابة هنا ما عندي اي خلينا نقول اي اوفرشوت وطبعا مواصفات كل سيستم احنا كاتبينها يعني كل تغيير وكل زيادة بواحد من البارامترات كاتبينها لكم بهذا الجزء اللي تشوفونه هنا انه انا من ازيد الكي دي راح يكون عندي كويك ريسبونس خلي اجي شوف الريسبونس اللي طلع لي شوفوا استجابة جدا سريعة يعني مجرد ما خلينا نقول الموتور اللي هو اللي بالنسبة كديفايس يتحكم بالكنترولر راح يكون مجرد ما اضغط زر التشغيل رأسا يشتغل عندي يعني ما يطول فترة ويشتغل على ما يصير عندي ريسبونس كاستجابة تشغيل للاوتبوت لا مجرد زمن سريع جدا او الرايزنج تايم قليل جدا أبدي أزيد القيم 0.4 أو بعدها أخلي 0.8 مثل ما قلنا زيادة أشغل أشوف بما أنه زدتها هنا أنا بدأت عندي ال هنا شوفوها بدأ عندي يكون شكل استجابة بهذا الزمن بهذا الرايزنج تايم مالتنا اوكي بالنسبة لواحد او 12% هذا شكل الاستجابة يكون أسرع يعني يبدي أقل من الصفر يعني مو يبدي من الصفر لا بادي بأقل من الصفر يعني تشوفوها أنا عندي هذا الصفر فهو بادي ب خلينا نقول ببوينتات قليلة جدا بس يعني هنا أنا جدا كلش بسرعة بدأ عندي الاستجابة مجرد التشغيل رأسا بدأ عندي زمن التشغيل أو الرايزنج تايم يعني باستجابة سريعة كويك ريسبونس هسه راح وياكم كل معامل او خلينا نقول كل بارامترز خاص بالبي اي دي غيرنا فيه وعرفنا شلون ممكن اتحكم بخواص السيستم من خلال البارامترات الخاصه بالبي اي دي بهاي الطريقه اللي هي ترايل اند ايرور ممكن استخدمها بالمختبر استخدمها بعمليات كنترول بسيطه العمليات الكنترول اللي خلينا نقول معقده اكثر تتحكم لي بسيستم ممكن يكون بيه خطوره ما تكون بالترايل اند ايرور كهكذا سيستم يعني خلينا نقول يكون معقد يعني خلينا نقول بكسيفتي اكثر انه احنا نتحكم بيه بواسطه معادلات خاصه او خوارزميات نستخرج قيم خاصه حتى لهذه البارامترات حتى نتحكم بنظام كنترول معقد اكثر. لهنا تنتهي تجربتنا وان شاء الله نشوف وياكم تجارب جديده ان شاء الله.